الرقمنة والتجديد في خدمة الاقتصاد الأخضر نحو التحول الطاقي والمحافظة على المناخ هو عنوان النسخة 7 لقمة تونس الرقمية التي تهدف أساساً إلى حث الشباب على الانخراط في الحياة الاقتصادية عبر بعض مشاريع ناشئة تقوم على الرقمنة والتجديد. اليوم الديمومة متاع المؤسسة الناشئة مع التمويل والاستثمار فيها زاد يلزمها تكتسح الأسواق، هذاك علاش القمة هذه تحاول أنه المؤسسات الكبرى من القطاع العام والقطاع الخاص يلزمها تنفتح على المؤسسات الناشئة باش ينجموا يخدموا بعضهم، باش ينجموا يعملوا شراكات، لأنه ما تنجمش تقدم المؤسسة الناشئة هذه وما تنجمش تصدر الخدمات نتاعها إذا كان ما تلقاش السوق في تونس. ومن أهم المجالات التي تركز عليها فعاليات النسخة 7 من قمة تونس الرقمية الاندماج في التحول الطاقي واعتماد الشبكة الكهربائية الذكية خاصة في التنقل وفي المشاريع الفلاحية لما يساهم ذلك في تكريس الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة. المسائل البيئية هي صعبة، وإذا كان نتعاون مع الرقمنة خاصة فيما يخص الاليرت بريكوس مثلا في الليزانسوندي ولا مثلا في المياه ولا في التطهير، هذاك الكل ينجم يعاون برشا باش نجموا احنا نتأقلموا مع التغيرات المناخية، باش نتأقلموا مع المشاكل البيئية الكل، باش نجموا نعملوا انترفونسيون قبل ما تكبر المشكلة مثلا. ولحث الشباب على تطوير مشاريعهم الناشئة والاندماج أكثر في الثورة الصناعية الرابعة تم خلال هذا الملتقى تكريم عدد من الباعثين الشبان منهم من طالب بمزيد الاهتمام بهذا القطاع الصناعي التكنولوجي. عندنا شركة ناشئة، أول شركة ناشئة في جهة بنزرت تطور في دي كاميرا ذكيين تمكن من استشعار الحرائق في الغابات وكذلك نقاوم الحرائق في الحقول والاندوستري. في تونس راس مالنا الحقيقي هو الذكاء كما راس مال أي شعب وأي دولة. التظاهرات هذه لازمها تقدم الراس المال الحقيقي الذهب نتاع تونس، تقدم الأذكياء وترفع من قيمتهم في وسط المجتمع وتعطي للذكاء وللابتكار مكانته الحقيقية. المطلوب أنه كيما اليوم عنا استاد في كل مكان، دار ثقافة في كل مكان، مكتبة في كل مكان، يكون عنا مركز ابتكار في كل مكان يجمع الذكاء ويربط ما بين الذكاء التونسي الموجود في تونس والذكاء التونسي الموجود في الخارج. فعاليات النسخة 7 لقمة تونس الرقمية تتواصل على مدى يومين وتتخللها محاضرات وحلقات نقاش تساعد على تشبيك العلاقات بين الباعثين الشبان والاطلاع أكثر على مشاريع الذكاء الصناعي.